أسرار شرق أوسطية. اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. المصريون إلى جانب الباكستانيين في مناورات حماة السماء الأولى للدفاع الجوي، وحميدات السوداني ينتقل مباشرة إلى تركيا. وقبلها في القاهرة كان هناك حوار ما بين تركيا وما بين مصر باتجاه تطبيع علاقاتهما والدفاع عن مصالحهما المشتركة. إذن حضور الباكستاني والتركي بشكل أكبر في سد النهضة، هذا ما يلاحظه الجميع. حميداتي في أنقرة وحيدر محمد حيدر إلى جانب جنوده في مصر، هذا هو التطور الذي يجعل من مصر اليوم على الأقل فإنها تستدعي رقمين إسلاميين هامين كان أقوى في حرب غزة. في حرب غزة كان الأقوى إلى جانب إيران. اليوم في حضور تركي مع السودان وحضور باكستاني في مصر رسالة مباشرة إلى الإسرائيلي من جهة وإلى شرق المتوسط وكل نادي شرق المتوسط وخصوصا الأمريكيين. لماذا الدفاع الجوي على وجه التحديد؟ لأن التركيز اليوم في السودان على الدفاع الجوي، ولهذا حضر مع حماة النيل، حضر الدفاع الجوي وحضرت قاعدة بورت سودان وما حدث معها مع الروس ليستبدل الموقع الجيوسياسي بشكل كامل بإبعاد روسيا وإحضار تركيا عبر السودانيين واستدعاء مصر للباكستانيين، وهكذا فالمعادلة أصبحت مختلفة. والنصر الذي تحقق في غزة هو نفسه الذي يرتكز عليه المصريون والسودانيون عبر الأتراكي وعبر الباكستانيين من أجل الوقوف إلى جانب شعب مصر، خصوصا وأمام الضغط الأمريكي الذي دفع روسيا إلى صفقة السخوي 35 مع القاهرة، وهذا ما خصصنا له فيديو مستقل، وأيضا دعما آخر باكستانيا تركيا باتجاه السودان من أجل دعم مطالب دولتي المصب في مواجهة أثيوبيا. هذه النقطة الأولى. لا يتوقف الأمر عند هذا، هناك خلفية كبيرة لحماة السماء الأولى. أولا بالنسبة لمنظومة أنزا أمكاتو، هذه المنظومة كان سبق للسعوديين أن طلبوا بتصنيعها على أراضيهم في 2004 مع خالد بن سلطان، وكان آنذاك إسكندر إقبال من الطرف الباكستاني، وتدخلت أمريكا بكل قوتها من أجل إبعاد خالد من جهة وإبطال هذا المشروع من جهة أخرى. فبالنسبة للأمريكيين رفضوا بشكل نهائي أن يكون هناك تصنيع للدفاعات الجوية في السعودية، ولو أن الوضع كان في 2004 بتطوير هذا السلاح الدفاع الجوي الآن لا أصبحت أنزا MK3. يعني أن تتطور MK2 بالنسبة لأنزا ولن يكون هناك ضرب لكل منشآتها الآن من خلال الدرونات، وستكون منظومة الدفاع الجوي بديلا عن الفاشلة في باتريوت وفي غيرها وبما فيها القبة الحديدية القادمة من اليونان. كان هذا المشروع استراتيجيا إلى حد بعيد بين الرياض وما بين إسلام آباد، لكن السعوديين تخلوا أمام الضغوطات الأمريكية. وهنا يطرح السؤال، أين سيجد المصريون هامش مناورتهم باتجاه أنزا MK2 التي يمكن تصنيعها حالا في مصر؟ وهناك مفاوضات سرية بين قوسين، لأن بعضها سرب حول تصنيع هذا الدفاع الجوي، هذه المنظومة من الدفاع الجوي على الأراضي المصرية.
إنفاذا لما كان عليه الأمر مع السعودية في 2004، وهذا الذي يجعل الأمور أكثر وضوحا الآن. في النقطة الثانية هو التصنيع بالنسبة لأنزا MK2 كأهم منظومة دفاع جوي للمنطقة، تطويرها لصالح المنطقة، وهذه المنظومة هي أساسا من إنتاج باكستاني بحت، تجيب على كل انشغالات الجيوش في هذه المنطقة على وجه التحديد. سيظهر بشكل مباشر أننا أمام تصنيع يؤهل لإعطاء الأنزا MK2 الباكستانية إلى السودان، فيكون التصنيع مصريا باكستانيا موجها أيضا إلى السودان. وطلبت السعودية في 2004 وهناك حاجة عالية لأنزا MK2 أيضا بالنسبة لباقي الخليج. وهنا يحضر شيء مركزي، وأن الأردن والعراق لديهم نفس الطلب بخصوص الأنزا، بخصوص هذه المنظومة الدفاع الجوي، وهذا الذي دفع الإسرائيلي أن يكتب تقارير في هذا الموضوع على وجه التحديد، خوفا من مثل هذا التطور غير المسبوق، والذي يمكن أن يعطي أفقا غير مسبوق أمام هذا الوضوح، هذا الوضوح بشكل كامل بالنسبة لمجريات ومسارات هذا التصنيع في كل المنطقة. إذن بالنسبة للمرحلة الثانية من التصنيع، والذي يأتي مباشرة لإحياء اتفاق سعودي باكستاني في 2004. المسألة الثالثة كما قلنا هو هامش التصدير باتجاه السودان وباتجاه الأردن وباتجاه العراق، وهذا كله لا يخدم بأي حال الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بشكل مباشر بإيقاف تصنيع مثل هذه المنظومة. لكن جرأة المصريين الآن على اتخاذ هذه الخطوة هي التي ستكشف إلى أي حد سيكون الضغط الأمريكي ناجعا، خصوصا وأنه كان مع السعودية في 2004 قاسيا. أما بالنسبة للمصري الآن فإلى حدود اللحظة فالقاهرة اتخذت قرارها، وهامش المناورة الذي تريده واضح بالنسبة لهذا التصنيع، وهذا التصنيع الموجه أيضا للتصدير باتجاه الدول العربية واتجاه أي دولة. نحن الآن كما في اعتقادي هناك ماليزيا وباكستان من تستخدمان هذه المنظومة فقط، هناك حوالي 300 مليون دولار، هناك 135 مليون دولار اشترتها بهذا المبلغ، اشترت ماليزيا أنزا هذه المنظومة ودفعت بتطويرها. ولكن الآن مشكلة التمويل، على الخصوص التمويل بعد الحصار الفرنسي والأوروبي، الاتحاد الأوروبي والأمريكي على اقتصاد باكستان. باكستان الآن في قلب معركة اقتصادية محمومة يواجه من خلالها بايدن السياسات الجديدة لباكستان التي يعتبرها الآن، وفي تحالف كبير بين واشنطن ونيودلهي، بأن انحرافا حدث، وأن باكستان متأثرة جدا بالصين. وهنا يحضر تساؤل حول اقتصادي كل من تركيا وباكستان، والحرب ممنهجة ضد الاقتصادين معا. وبالنسبة لمصر، هل تستطيع أن تضحي بأي امتياز اقتصادي باتجاه تصنيعها واستقلالها الذاتي على مستوى التصنيع على جانب باكستان؟ هذا سؤال، لأن إلحاق مصر كقوة إقليمية إلى جانب باكستان وتركيا هذا ممكن للغاية. لذلك فهامش المناورة الآن بعد ظهور صفقة السخوي 35 والآن مع أنزا MK2، سنجد أن هناك تعبيرا آخر لمصر. مصر تحاول أن تموقع نفسها من خلال هذه الأزمة، أزمة لم يقف الغرب إلى جانب القاهرة، وخصوصا أنه يؤجل إلى أبعد حد
الحل ومن مرحلتين وغير ذلك. كما تابعتم من يتابعني فقد تابعتم هذه التفاصيل. إذن بالنسبة لأنزا اليوم MK2 سيكون لها تأثير واسع، خصوصا أيضا كتبت أكثر من 4 تقارير حول إمكانية هذا التصنيع المنقول والممول من السعودية والمنقول أرضا، يعني أن يكون على الأراضي المصرية وبتقنية باكستانية، وهذا ما لا يرغب فيه الأمريكي. وذكر الإسرائيلي اليوم بشكل واضح أن الحضور الباكستاني على الأراضي المصرية غير مرغوب فيه، هكذا نقل أشكنازي إلى المصريين، وكان واضحا بأنه كان متأثرا بحماة السماء واحد، لأن مثل هذه الصناعة التي هي أقرب أن تكون في المستقبل القريب في غزة، هذا سيؤثر بشكل كبير على الأقل حسب أشكنازي على الأمن الإقليمي التي تعتبر إسرائيل نفسها جزءا منه. نحن أمام 72 ملم، وثانيا أمام صناعة من كوتا، وكوتا هذه هي التي أعطت الشكل وأعطت الهندسة الصاروخية لأنزا، عملتها كوتا للبحث، وهذه مختبرات بحث عالية الجودة وأثبتت فعاليتها بشكل عال. إذن العملية اليوم متجهة نحو أولا العمل على دفاعات جوية أكثر تشفيرا وبتصنيع محلي باكستاني مصري، سيكون له بالتأكيد تأثيره خصوصا إن كان قد طور بالشكل الجيد. ثاني مسألة أن أول قرار يتخذه المصريون بشأن تطوير مع دولة إسلامية، تطوير عسكري مع دولة إسلامية، وهذا مهم جدا. المسألة الثالثة أن التمويل السعودي لمشروع 2004 لخالد بن سلطان قد يكون له انعكاس كبير وهائل بالنسبة لتغير المنطقة. نحن أمام تغير هائل في المنطقة إن وصل الباكستانيون إلى مصر، وكان تعاون بينهم بين إسلام أباد وبين القاهرة وبين أنقرة والخرطوم، فإن مسألة السد سيصبح لها ما بعدها سد النهضة، لأن الغرب سحب البساطة بشكل هائل وواضح تحت أقدام تهديد الرئيس المصري، وهذا الذي جعل الأمور أكثر تعقيدا، بحيث أن هناك تأهيل اليوم للجيش السوداني انطلاقا من مصر بالتدريب وانطلاقا من سلاح الدفاع الجوي على وجه التحديد، من أجل إلغاء أي وصول للطائرات الأثيوبية إلى أي عمق، إلى أي سد، إلى أي منشأة استراتيجية في السوداني أو مصر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.